كالخروف قدام الجزاز بوجعان
الأضرار ومن الأسرار بتجسد الابن الإله من ناسوتنا الذين هم إلى الواحد له يليق المجد الآن وكل قليل وإلى آدم الثاني الرب العظيم
جمعة لبس آدم وحواء ثياب المجد وشلحا، وفي يوم الجمعة شلح السيد المسيح ثيابه ورد لهما ثيابهما فلبسها. في يوم الجمعة خدع الشيطان أبوينا بقوة غدره، وفي يوم الجمعة دوس أمام آدم الشقي، وفي يوم الجمعة فتح السيد المسيح ليدخل في كل متقي. في يوم الجمعة سلمت الحرب للكاروبين يحس الفردوس من جنس البشر، وفي يوم الجمعة طعن سيدنا وسنان حربة الملاك الحارس انكسر. كل القدابي Jesus, the Savior, has died.
كتابك صاحب الإحسان، ونشكر روحك القدوس الذي أمرنا بالخلاص والغفران الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين العالم، فإن كانوا قد استشعروا هذه الأشياء آلهة لأن جمالها أعجبهم، فليعرفوا كم سيد هذه أفضل حسنا منها، لأن عنصر كون الجمال خلق هذه كلها. فأما سياستك أيها الرب فتدبر، لأنك في البحر جعلت طريقا وفي الأمواج سبيلا حريزا، موضحا إنك تقدر أن تخلص من كل شيء، حتى إذا ركب أحد في البحر بغير صناعة، ولكنك تريد أن لا تكون أعمال حكمتك باطلة. من أجل هذا ائتمن الناس على أنفسهم خشبة حقيرة ويجوزون في البحر فيخلصون بمركب. ثم إنه في القديم إذ هلكت جبابرة المتكبرون، فذلك الذي كان رجاء العالم توكل على المركب وخلف للدهر نسل الميلاد الذي يدك دبرته. فلتكن مباركة الخشبة التي بها يصير العدل، فأما الصنم المعمول باليد فملعون هو ومن عمله، أما هذا فلأنه عمله، وأما هذا فلأنه سمي إلها وهب وبال وزائل. وبالسواء بغيضان إلى الله، المنافق ونفاقه، لأن الشيء المفعول مع فاعله يعاقب،
فلهذا سيكون نظر في أصنام الأمم، لأنها في خليقة الله صارت رذالة وعسرة لأنفس الناس وفخا لأقدام الجهال. بارك يا سيد. القراءة الثانية من إرميا النبي بارحمر. حرم النبي بارحمر. ما لي حبيبتي في بيتي قد عملت آثاما كثيرة، إن اللحوم المقدسة تنزع عنك إذا عملت السوء، فحينئذ تفتخرين زيتونة خضراء حسنة مثمرة جميلة سمى الرب اسمك. بصوت ضجة عظيمة أوقد فيها نارا فانكسرت أغصانها، ورب الجنود الذي غرسك تكلم عليك بشر لأجل شرور بيت إسرائيل وبيت يهوذا التي ارتكبوها إلى أنفسهم ليغضبوني بتقتيرهم للبعل. والرب عرفني فعرفت، حينئذ أظهرت لي أفعالهم، وأنا مثل حمل داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي نيات قائلين لنلقين العود في خبزه ونهلكه من أرض الأحياء فلا يذكر اسمه أيضا. فأما أنت يا رب الجنود الحاكم بالعدل الممتحن الكلى والقلوب، فاجعلني أن أرى انتقامك منهم لأني كشفت لك دعواي برحمور. القراءة الثالثة من سفر إشعياء النبي برحمور. ها عبدي يفهم يرتفع ويتعالى ويكون ساميا جدا مثلما بهت عليك كثيرون، هكذا منظره يكون بلا كرامة بين الرجال وصورته بين بني البشر، هكذا يرش على أمم كثيرة عليه يسد الملوك أفواههم، لأن الذين لم يخبروا به أبصروا والذين لم يسمعوا فهموا. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ ومثل عرق من أرض يابسة ليس له صورة ولا جمال، فنظرنا إليه ولم يكن منظر فنشتهيه، مهان ومخذول بين الرجال، رجل الأوجاع ومختبر الحزن، ومثل مستتر الوجه عنا حقير، فلم نحسبه يقينا إنه احتمل أمراضنا وأوجاعنا هو حملهن، ونحن حسبناه كأبرص مضروبا من الله ومخطئا، وهو مجروح لأجل آثامنا ومسحوق لأجل معاصينا. تأديب سلامتنا عليه وبأخاديده شفينا نحن. نحن أجمعون مثل الظان ضللنا، كل واحد منا مال إلى طريقه، فوضع الرب عليه إثم جميعنا. ظلم فتذلل ولم يفتح فاه، مثل شاة إلى الذبح تساق، ومثل نهجة صامتة أمام الجزارين لها، فلم يفتح فاه من الضيقة ومن القضاء أخذ، وجيله من يغف لأنه انقطع من أرض الأحياء
ضرب من أجل ذنب شعبي وبارتمور. بل إنما اختار
غير الموجودات ليبطم الموجودات، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بيسوع المسيح الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسا وخلاصا، لكي يكون كما هو مخدوم. من افتخر فليفتخر بالرب يباركه. لربنا المجد علينا ورحمه الى الابد. امين. انجيل مجمع من الانجيليين الاربعه. امين. وكان هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وكان منهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدة، وسالومي. هؤلاء اللواتي كن يتبعنه حين كان في الجليل ويخدمنه. وأخر كثيرات صعدنا معه إلى أورشليم. وأما اليهود فلأنه يوم الجمعة، لئلا تبقى الأجساد على صلبانها في السبت، لأن ذلك يوم السبت كان عظيما، سألوا بيلاطس أن يكسروا ثقالهم وينزلوهم. فجاء الجند فكسروا ساقي الأول وساقي الآخر الذي صلب معه. فلما أتوا إلى يسوع رأوه قد مات، فلم يكسروا ساقيه، ولكن واحدا من الجند طعنه بحربة في جنبه، فخرج للوقت دمه ماء، ومن عاين شهد وشهادته حق هي. وعلم أنه قال الحق لتؤمنوا أنتم أيضا، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل لا يكسر منه عظم، وأيضا الكتاب الآخر الذي قال سينظرون إلى الذي طعنوه سوتو ريليسون. فنسجد للصليب الذي به خلاص.
مثل صليب فيه فرقون النفس ثم عم قايوس مرين المشيح في الداخرين موتوا ثيات فلنسجد للصليب الذي به خلصنا مع الصبيانيتنا فاذكرنا في مجيد صادنا للصليب دمعه فرقنا نبشاثاً عن كايا سامرين امشيح الدخرين مدافئاً فلنسجد للصليب الذي به خلصنا مع الصليامين نتوب اذكرنا في فرقون النبشوت عنك يا صامري نمشيح الدخر مدو ثيئا فلنسجد للصليب الذي به خلصنا مع الصريمين ندخل اذكرنا في فرقان النبشوثان عم كايوس عمري نشيع اتقي المدو سيئات فلنسجد للصليب الذي به خلصنا مع الصريمين ندب اذكرنا في مجيد عمك يا سمرين المشيح الدخلين مدافئاً فلنسجد للصليب الذي به خلصنا مع الصليمين ندب اذكرنا في صليب دبي وفرقان النفشوثان عمك يا سامرين المشيح الدخرين مدو ثيئان فلنسجد للصليب الذي به خلصنا ما فرقنا نفشوثان عمك يا سامرين مشيح الدخرين مدو ثيئات فلنسجد للصليب الذي به وفي الاجتماع اجتماع جميل جدا بنحافظ على هذا الاجتماع يتحقق الكنيسة نحافظ على كنيستنا ما هي إطار الأحجار
كلها من عندنا هو كنيسة. نحافظ على تجمعنا هذا القوي حتى نفهم نكون عصبة، نكون أخوة، نكون أبناء الأرض. وعدتنا اليوم تتحدث عن تجارب يسوع الثلاثة في البرية. كل تجربة غرفة. لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير. صلاة علمنا هي يسوع، يسوع الناصري، يسوع ابن الله. احنا مرددها دائما نقولها في كل صلاة الأبانا. يسوع كان يعلم ان كل انسان ما دام بالجسد فهو معرض للتجربة. كل انسان الإنسان يحتاج إلى المعونة، إلى المعونة والمساعدة لكي ما يتغلب على هاي التجارب اللي يتعرض لها خلال حياته. هاي المعونة وهاي المساعدة تأتي من خلال العلاقة والصلة بالله. الصلة، صلة بالصلاة، صلاة بالصلة. يسوع بالفعل استطاع أن ينتصر على التجربة لأنه كان عنده صلة عميقة الله. لذلك استطاع أن ينتصر على التجربة، على الشر، على الخطيئة، وبالنهاية يقول: من منكم يذكر علي الخطيئة؟ من منكم؟ ليش؟ كان صلته على قدرة الله قوية جدا. إحنا أيضا مطلوب من عندنا حتى ننتصر على التجارب، ننتصر على الخطيئة، أن تكون عندنا صلة. صلة قوية بالمسيح اللي اليوم مات، لكن إذا احنا موجودين ما يموت أبدا، يبقى حي فينا. وسار به الروح إلى البرية ليجربه إبليس. هكذا بعد ما خلص موقف العناد طلع إلى البرية يسوع. التجربة الأولى يقول له الشيطان: إن كنت ابن الله فامر هذه الحجارة أن تصير خبزا. يجاوبه يسوع يقول له: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. نعوف هاي الايه يحفظ معها ونرددها دائما حتى غير المسيحيين من القيم يعرفوها. المطلوب اشنو؟ نردد ام نعمل؟ نقوم بعمل حقيقي، هذا هو المطلوب. الشيطان بهاي التجربه الاولى يدعو يسوع إلى أن يؤمن حاجاته بنفسه بدون العودة إلى الله. هاي التجربة نقدر نمثلها بتجربة التملك والشهوة. التملك والشهوة اللي عند كل إنسان، كل إنسان معرض إلى أنه يحاول يؤمن حاجاته بنفسه. التملك والشهوة. نعم، شو يقول يسوع؟ اللي ينظر لهذه التجربة من الخارج يقول: وماذا في ذلك؟ وماذا في ذلك؟ يسوع سيحول الشيء الصلب الميت الذي ليس به حياة إلى شيء حي يفيد الآخرين. حجارة إلى خبز. بالتالي فطلب الشيطان معقول. وهذا بالضبط ما نقوله نحن عندما نصدق في التجربة والخطيئة. وماذا في ذلك؟ خلينا نتذكر هاي الكلمة: وماذا في ذلك؟ من أجل منفعتنا ومصلحتنا نحلل كل شيء وإن أضر الآخرين، نحلل كل شيء حتى لو كان ضر الآخرين من أجل مصلحتنا ومنفعتنا. هل نعمل كأبناء الله مقتدين بيسوع المسيح الذي يحب ويضحي ويهتم بكلمة الله ويهتم بالآخرين أكثر من أي شيء آخر؟ أم نهتم فقط كيف نحول كل ما هو شيء محيط بنا إلى أشياء تعمل لمصلحتنا ومنفعتنا؟ هل
هل نعمل مثل يسوع ولا نعمل مثل أبناء العالم الذين من الأسفل؟ نسأل نفسنا هذا السؤال. يسوع صار من الله لأنه اهتم بتحويل كلمة الله إلى حياة تفيد الآخرين، لذلك هو من الله. تفيد الآخرين، تشفيهم، تجعلهم صيادي البشر. هذه غاية عمل يسوع، أن يجعلنا صيادي البشر. كل واحد من عندنا هو صياد، صياد شو صياد؟ صياد إنه يحاول يأمن القوت للآخرين، يأمن الراحة، السلام، المحبة للآخرين. يسوع حاجة غاية، أن يذهب يموت ويخرج العداء ونفضل إحنا قريبة ذلك. نحقق ما قال النسخ اللي هو. واحد ما يقدر يعمل شيء يقول هذا هو هدف يسوع. نحن نكون أبناء الله إذا كنا على غرار يسوع، لكن سنخسر هذه البنوة إن اهتممنا بتسخير كل ما هو محيط فينا لمصلحتنا فقط، لأنفسنا فقط، نخسر هذه البنوة. نكون ليس على غرار يسوع لكن ضد يسوع. هذا هو السؤال لازم نسأله دائما لأنفسنا. يسوع حرم نفسه من كل ما هو ضروري. هناك أشياء كثيرة محيطة بنا، ضرورية وغير ضرورية، دائماً نحاول أن نقتنيها، نأخذها لنفسنا، نحطها لنفسنا، نأخذها على أعقابنا، ضرورية وغير ضرورية، نشغل أنفسنا بها، نشغل أنفسنا بها، عند ذلك نصير عبيداً لها وعبيداً للشيطان، عبيداً للشيطان. يعني ممكن ليسوع أن يهتم حياته، وهذا هو معنى الخبز، نرجع للتجربة، كان من الممكن يهتم بحياته في طورها ويقول ليس لي على الآخرين، ما لي ولهم. كان من الممكن ليسوع أن يعمل هذا الشيء ويقول هذا الكلام، يهتم بإنشاء عائلة، يعيش في كنفة بالحب والحنان، يبتعد عن كل ما هو مؤذي، جلد، صلب، إهانات، أذية، موت. لا بل يستطيع أن يكون فريسي ويلبس ثياب مختلفة عن الباقين حتى ينال الاحترام والتقدير. لكن بالفعل يسوع استمر بطريقه رغم كل هاي الأمور الجيدة اللي تحيط بينا، تحيط بينه بهذا الزمان وتغرينه. استمر للنهاية حتى وإن كانت هاي النهاية هي الصليب، استمر للنهاية. ذلك لأن في موته فائدة للآخرين. صليب، هذا الصليب ما مشكلة، غير مهم، المهم أن أفيد الآخرين، أموت لكي ما يحيى. هذا هو المسيح، هذا هو حالنا. ها هي الآخرة التي تكون دعوتك ورسالتك. والفعل كانت الفائدة من جراء هذا العمل اللي قام به يسوع. هناك ناس كثيرين ساروا على خطى يسوع، تريزا، جان فاليه، شارل فوكو، كثير اسماء قديسين كنيستنا وبعالمنا المسيحيين اقتدوا بيسوع وفادوا الاخرين. ارجع واقول تريزا اللي بالهند كانت تجي تشيل وثنيين من المزارع وتشيلهم للتلاميذ، مسيحية على خطى يسوع. إذا لم نحاول أن نفعل مثل ما فعلوا ومثل ما فعل يسوع، فلن تفيدنا مسيحيتنا بشيء ولن يفيدنا يسوع بشيء. مسيحيين بالاسم فقط. الخبز هنا يمثل كل شيء مادي، كل شيء مادي هو ما يحتاج إليه الإنسان كل يوم، ليس فقط الخبز، كل شيء مادي هو ما يجعل الإنسان عبدا من ثروة، سلطة، ممتلكات. ليس بهذه يحيى الإنسان، لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. وما هي الكلمة التي تخرج من فم الله سوى محبة الآخر؟ هذه هي غاية عمل يسوع من هذا الحياة، من هذه الحياة.
من هذا الموقف. في الأوقات الصعبة ربما ننسى، ينسى الإنسان كل شيء ويحاول أن ينقذ نفسه، وعند ذلك من أراد أن ينقذ نفسه يهلكها. الشيطان يقول ليسوع حول الحجارة إلى خبز بدل من تموت من الجوع. نسأل سؤال، هل المسيحية بها سهلة؟ لا، صعبة وصعبة جدا. علينا أن نقتدي بيسوع، ذلك البطل اللي وهو على صورة الله لم يجعل مساواته لله غنيمة، لكن أخلى بابه تواضع من أجلنا ومات على الصليب، مات على الصليب، فرفعه الله وأجلسه على يمينه وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي ما تشكو باسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي تمجيدا لله. هذا هو يسوع، هذا هو معلم، هذا هو نبي. ولا بد ان نكون نعمل مثل ما عمل حتى نصل الى الساعه التي وصل اليها هو، وبين يدي الله نستودع روحنا مثل ما استودع روحه. حياتنا طالت ام قصرت فهي وقت محدد، المهم ان نستودع حياتنا بين يدي الله. هذا هو المهم. في الالم الله يستجيب اكثر من الراحه. اذكرني يا رب متى ما جئت، متى ما حضرت في ملكوتك. اذكرني هذا اللص اللي كان معذب حالة على يسوع ما هو يفرق. اذكرني الم عذاب صعوبات اليوم تكون معي في الفردوس. الله يستجيب لنا في وقت الالم اكثر من وقت الراحه. الكلمه الله تفتش على جسد، تبحث عن جسد حتى تحل به، تنشر كلمه الله. كلمه الله تبحث عن جسد. هل نقبل ان يكون جسدنا هو المستقبل لهذه الكلمه؟ الناس نيام إن ماتوا اندبروا، الناس نيام إن ماتوا اندبروا. يسوع في أماكن أخرى هو الذي كثر الخبز، هو الذي حول الماء، ماء الاغتسال الذي لا يفيد شيء إلى خمر جديدة طيبة لذيذة، هو الذي كثر، هو الذي حول. هنا من أجل منفعته، من أجل مصلحته لم يعمل شيء. الآخرين بين الأموات. هل كان راح يجلسوا على يمينه؟
على هذا الدرب. علينا أن نجعل من إيمان يسوع أساس حياتنا في هذه الظروف الصعبة اللي نمر بها، يمر بها بلدنا، مدينتنا. هذا لابد أن يكون إيماننا. الله يهتم بينا أكثر ما نحن نهتم بنفسنا. كيف تأتي تجربة وكيف نصبر بها؟ هنا الشيطان يستفز يسوع، يستفز يسوع. إن كنت ابن الله فمر هذه الحجارة المصير خبزا. من كان ساذجا واستفز سيقول نعم أستطيع، وإن كان بالفعل يستطيع أنا أقدر أن أفعل هذا الشيء ويفعل. وعند ذلك راح تتحقق مهارة الشيطان، تتحقق مهارة الشيطان ويسقط بالتجربة والخطيئة. كثير من الحروب حصلت من أجل كلمات بسيطة، كلمات استفزازية. كثير من الحروب راح من جراء هذه الحروب آلافات لا بل ملايين من أجل كلمات استفزازية، سقطوا من تجربة من أجل كلمة. يسوع كان يقول للشيطان اذهب عن المشكلة، لم يسقط من تجربة. يسوع يعلمنا من خلال هذه التجربة الأولى أن نستخدم عقولنا، إنسان كبير إذا استخدمه، نستخدم عقولنا وإن نكون على دراية كلمة الله الروحية الموجودة بالكتاب المقدس. كلمة الله الموجودة بالكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما هو كتاب نبوسه نضعه على راسنا ونخليه بالمكتبة نحطه بالسيارة حتى يحسنا، لا. الكتاب المقدس ناخذه منها منه الكلمة، كلمة حكمة تقوينا بحياتنا. هذه هي غاية الكتاب المقدس. ناخذ منه المشوره، المشوره اللي تفيدنا في تغلبنا على الخطيئه والتجربه كما فعل يسوع. ويسوع يقول افحصوا الكتب، فتشوا الكتب. القديس ايرنيوس يقول من لا يعرف الكتب المقدسه لا يعرف المسيح. ونحن المسيحيون اليس كذلك؟ علينا ان نعرف كتابنا ما موجود بينه. هذا هو الشيء المهم. شبيه بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. يسوع شبيه بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. شبيه بنا في كل شيء لأنه إنسان مثلنا، إنسان مثلنا كان يسوع. يمتلك الطبيعة البشرية، جرب مثلنا مثل ما نجرب نحن كل يوم. أما هو انتصر على هذا الشر، على هذه التجربة، انتصر. لم يقع مثلنا في الخطيئة والتجربة، مع العلم أن التجارب حياة يسوع كانت ما محصورة فقط في مرحلة البرية، لكن طول حياته كانت تجارب ملازمة له، طول مسيرته، طول رسالته. ولم ينتهي صراع يسوع مع التجربة إلا بالموت والقيام والانتصار على الشر. Thank you.